نستمع الآن إلى قطعة من كونشيرتو للجيتار. المؤلف إسباني وهو ممن عنوا بالجيتار عناية خاصة، خواكين رودريغو. فقد رودريغو بصره طفلا في الثالثة من العمر، ولكنه درس الموسيقى وتفوق شغفه بها على المصاعب الكثيرة. تزوج رودريغو عازفة بيانو مبصرة كانت له خير عون، وهي فيكتوريا قمحي التركية التي تعرف بها في باريس. ما نستمع إليه اليوم كونشيرتو، وفي الكونشيرتو تتحاور آلة مفردة مع الأوركسترا بكامل آلاتها، والآلة المفردة هنا الجيتار. ندخل إلى موضع من الحركة الوسطى ونسمع الجيتار وقد بدأ في قطعة الارتجال. العازف يرتجل أنغاما من عنده من المقام نفسه، هنا مقام المينور الصغير، ثم بعد ذلك يرجع إلى اللحن الأساسي. دقق عزيزي المستمع في اللحن الأساسي، فلعلك سمعته من فيروز قبل عدة سنوات إذ اقتبس زياد رحباني من هذه الموسيقى مع إعطائه الإقرار الملائم بذلك. نستمع الآن إلى كونشيرتو دارانخويز، وأنخويز هي مدينة تقع قرب مدريد. الموسيقار خواكين رودريغو الذي عاش 98 سنة ومات عام 1999.